السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم حنشرح عن كيف احنا بعد ما شرحنا الموقعين اللي ذكرناهم انه للديفلوبر هوستنج منها الهيريكو والويب فاكشن، هالموقعين حنرفع عليها البروجكت اللي عندنا، لكن ما ينفع انه نرفعها رأسا من يعني نرفعها الآن، لازم نعمل مجموعة settings، مجموعة ضبط، لأنه هذا حالياً السيرفر البروجكت اللي عندنا موجود على الحاسبة ماتنا، والحاسبة هي عملت بشكل سيرفر، فلازم نعمل collect، نجمع مجموعة settings، نغير بعض الأشياء حتى نرفع هذا المشروع إلى الموقع. فخلونا مع بعض نشوف شنو الأشياء اللي نحتاج نغيرها. في البداية طبعاً إحنا بنلاحظ إنه لو تابعنا مثلا عندك كل الأشياء اللي احنا نعملها الكوليكشن اللي كنا نعملها في التيرمينال كان أكثر شيء يكون يعني شو أقول لك، يعني الأشياء اللي كنا نعمل هنا تغييرات، كنا نعمل التغييرات وبعد ذلك ناخذها من يعني نعملها أبديت في الستاتيك انفايرومنت. الستاتيك انفايرومنت هاي موجودة في داخل حاسبتك، بمعنى أنه انت تعمل لوكال. احنا هاي الاشياء مفروض لما نرفعها على الانترنت ما نعتمد على الحاسبه مالتنا، يكون موجود على الانترنت حتى اي شخص اخر ممكن ياخذها وينصبها في حاسبته وايضا يعمل الاستاتيك انفايرومنت الداخلي له. ففي هذه الحاله احنا لازم نعمل مجموعه سيتنجز، نعمل البروجكت مالتنا ما يعتمد على الاستاتيك انفايرومنت ويكون هو بروجكت بشكل عام، مشروع بشكل عام. زين، شغلات الأساسية اللي أنا أحتاجها هنا، أنا عندي بالفيرست بروجكت، في الفيرست بروجكت الشغلات اللي أنا أحتاجها إنه حامل سيتنج داخلي، أنا أعرف كل الزين إنه أنا عندي سيتنج خاص. يعني لو لاحظت where are you static and pro template settings. أوكي، بالفيرست بروجكت السيتنجز موجودة في الروت. بهذه الحالة أنا راح أصنع settings خاص بي، هذا settings حيكون في داخل الـ first project اللي أنا صنعته، ما راح أعتمد على settings هذا، لأن هذا settings لو أجي أباوع على الـ وينك، هذا لازم الشكل نسحبه، لو أراحظ أنه الـ base dir أوكي، الـ base dir هو ده يأخذ من ده يأخذ من الـ root SRC الروت بالكامل اللي يعتمد على ايضا على شنو، على الستاتيك انفايرومنت. في هذا الحاله انا ما ينفعني هذا السيتنج، اذا هاي الحاله انا ممكن اعمل في داخل الفيرست بروجكت سيتنج عام خاص بالبروجكت نفسه. اللي احتاجه انه اعمل فولدر، اذا رايت كليك في الفيرست بروجكت واعمل نيو دايركتوري، هذا الدايركتوري حسميها سيتنجز. اوكي، انا عملت هسه فولدر، هذا الفولدر سيتنجز، لكن هذا الفولدر انا اريد اعمله شنو، اعمله ماجول. احنا نعرف زين بالبايثون اساسيات شرحنا انه احنا اي فولدر نعمله بالفيرست في اي بروجكت. يعني لو جينا على البروجكت، اوكي البروجكت this one first project SRC first project، لاحظ صار عندي folder setting. هذا الفولدر setting البايثون اللي أنا صنعته هنا، طبعا هذا setting أوكي في first project، هذا settings حيتعامل على أساس الفولدر. البايثون ما راح يتعامل معه على أساس directory، ما راح يتعامل معه على أساس module. أنت تعرف كل الزين في البايثون أساسيات أنا شرحت أنه حتى نحول أي فولدر موجود في الكمبيوتر إلى module، حتى نحولها أي فولدر إلى directory نحتاج إلى init.py، صح؟ جميل جدا. اذا انا هحتاج هنا شو، احتاج انه بالسيتنج في الداخل السيتنج اعمل فايل، هذا الفايل حسميها init، طبعا دبل اندرسكور مرتين اندرسكور تكتبه اوكي init، ولو هذا مفروض ما اشرحه لانه انت اكيد تعرفه ماخذ جافا يعني بايثون اساسيات انت دارسها اوكي، وايضا دبل سكور، بعد ذلك تكتب دوت باي، اعمل اوكي. جميل جدا، فتح لي init.py فارغ. جميل، حاليا البايثون حيعتبر السيتنج دايركتوري. ليش؟ لان صار بها الفايل init.py، وهذا شرحناه في بايثون اساسيات. جميل جدا، بعد ذلك ايش نحتاج؟ بعد ما عملنا init.py وعملنا setting، اللي نحتاجه انه
عفوا، انه في هذا السيتنج اللي موجود هنا أنا. نجي نعمل له رايت كليك ونعمل له ريفاكتور، نعمل له رينيم. حتى السبب واضح، لانه احنا لازم يكون عندنا سيتنج واحد، ما يكون عندنا اثنين سيتنج، لانه البروجكت راح يبقى ياخذ من السيتنج دوت باي. فحتى نغيره نقدر نعطي له مثلا old underscore setting dot py refactor، غيرها الى old setting dot py. طبعا اذا احنا جينا لل wsgi dot py نلاحظ ال environment اللي ياخذها من ياخذ ال os environment default django setting. setting منين راح ياخذ ال django؟ راح ياخذها من ال settings، اي بمعنى انه الفيرست بروجكت ما راح ينظر على اساس انه هذا هو الفايل الاساسي، لا، اي كلمه سيتنج موجوده في داخل البروجكت اذا هو يحتوي على المعلومات المهمه او العدالات الضروريه للبروجكت. ففي هذه الحاله انه انا لو غيرت هذا اول سيتنج خلاص بعد البروجكت ما راح ينظر الى بنظره انه هذا يحتوي على الاعدادات، والسبب واضح لان هنا الكلمه مكتوبه سيتنج ما مكتوبه اول سيتنج. جميل جدا، وضحت الفكره. خلونا نشوف الوقت، نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.